شي واحد راه طايح ينفو يلا الاخوان الله يرحم والديك حيدو خلوا هذا السيد يصور خلوا السيد راه مضروب راه يصور راه غاز دق هذاك السيد هذاك حيدو خلي يصور بلاتي الله راه ماشيش لعندهم بلاصتهم ما واصلينهمش راه حنا شادين لالين ديالنا راه دير كيغيب لا علاقه لنا بهم خدامين في السيكتور ديالهم وكيجوا عندنا لابينا ومحبسينا وضاربيننا وشحال من سبب هذا الشيء كيديروا واحد جوج كيتلقى لواحد محمد الشتوكي وهاد الناس ديال قريه الشمس راه لا علاقه لنا عندنا بيننا وبينهم هما خدامين في المسار ديالهم حنا خدامين في المسار ديالنا هاد الناس كل نهار كيلقوا واحد كيصيفطهم من قريه الشمس كيقول له وديت لقى لنا فلان وفلان هاد الناس كل نهار عندنا سته ناس ولا سبعه ناس هنا فين معاهم دعاوى في المحكمه مضروب هاد الناس هما اللي كيتلقاو ليهم دروكايا هاد السيد هذا مضروب ضاربين ولا طوالة وهذاك السيد حنا قالوا هو ضربه ومع عرض ولد هاد السيد اللي كيعمرنا الكواتشا داوهم وصاحبهم هما وصاحبنا حنا هنا هما قاعدين كيموتوا هنا بين هما كيموتوا ولا اله الا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة الا دخلت الخط الصغيرة من عند المدرسة من هنايا تا كيبان ليا الدراري اللي زافين بالحجر كيجيو الروينة نايضة وعادي جدا متخبيين كان بحال أي مواطنين عادي تخبيين عادي جدا والسلام عليكم السلام عليكم سعيد بن عيناف كاتب العام لجمعيه عربه تونسي وعضو مكتب نقابي اليوم جينا هنايا في مدار ديال جريفات شارع حسن الثاني في عبد الصمد مفتوح كنطالبوا بالحقوق ديالنا لان كاين واحد القرار كينظم المسارات والمحطات وهذا الشارع ديال حسن الثاني راه ممنوع على الكوتشيات لكن السلطات كتطبق هذا القانون يعني بتمييز اليوم جينا حنا هنايا باش نخدموا مع هاد الناس هنايا وجينا دائما ما كيخلوناش نخدموا تيتلقاو لينا تيشدونا تيدو لينا الكوتشا ديالنا للفريان تيضربونا تيتهداو علينا درنا واحد العدد ديال الشكايات درنا عده اجتماعات جينا اليوم باعتصام دايرين اخبار عالمين السلطات جينا اليوم هنا سلميين واقفين كنا كنتحاوروا مع السلطات كانوا رؤساء الدوائر كانوا القيادات كنا جالسين كنتحاوروا شويه تا كنتفاجئوا بهاد الناس هادو جاوا ضربوا علينا بالحجر من هاد النواحي هادو من فوق من ليه جا واحد فيهم ضرب واحد السيد عندنا هنا بالحجر ضربوا طيحوا راه مشى ما عرفناه بين الموت والحياه ضربوا ثاني ثلاثه اخرين راه مداتهم من الاسعاف اليوم حنا باقيين دايرين اعتصام هنا حتى نشوفوا السلطات تدير لنا حل لان الشارع هذا اصلا هو ممنوع ولكن عندنا جميع الرخص من عمله وحده وقرار واحد كينظم المسارات ينظم المسارات في هاد لجميع الكوتشيات ذهابا وايابا لكن اليوم القانون ما كيطبقش وما عرفناش هادشي فين غادي اليوم حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا بغينا نخدموا بالتساوي بدون تمييز كنطالبوا بالانصاف ولكن هاد الناس هادو كيعتبروا راسهم انهم فوق القانون اليوم احنا في واحد الحاله يرثى لها
انت كادي تشوف السلطات الناس هما فينا ما كتشوفوهم هما باغيين يخدموا هما باغيين يخرجوا مازال باقي نزيدين في الخدمه ايوا اللي قال الله هو هذا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.